بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الإحصاء الاستنتاجية أو الانفرنشال ستاتستكس. قبل كده اتكلمنا عن الإحصاء الوصفية وقلنا إن احنا بنجمع داتا وبنحطها وبنعرضها في شكل يا إما جداول يا إما في شكل دياجرامز أو في شكل أرقام، تمام؟ بعد كده بعد ما بناخد الداتا دي المفروض بنعمل لها أناليسز وبنوصل إلى كونكلوجن معين وقرار نهائي، تمام؟ الانفرنشال ستاتستكس ببساطه لو انا عندي سامبل، تمام، عينه جايبها من البوبوليشن اللي عندي، ولتكن مثلا تشغيله كبيره وخدت مثلا 10 عينات وبحللهم، فعايز اشوف السامبل دي ريبريزنتاتيف للبوبوليشن ولا لا، تمام. فلو ريبريزنتاتيف للبوبوليشن وقست وزن القرص او حللت المواد الفعاله اللي فيها، بقدر اعمل انفير من السامبل اللي انا خدتها دي لبقيه البوبوليشن، تمام. يبقى السامبل اللي انا خدتها دي ريبريزنتاتيف للبوبوليشن دي، لان مش هقدر احلل كل علبه من علب التشغيله كلها، وهو ده المقصود من الانفرنشال ستاتستكس، الاحصاء الاستنتاجيه، اللي انت بتعمل اختبار معين وبناء على هذا الاختبار بتقدر تعمل انفير من السامبل للبوبوليشن ايه اللي عندك، خلاص. ده ببساطه. طيب لازم نعرف ايه هي البوبوليشن وايه هي السامبل، تمام. البوبوليشن قلنا هي الحاجه الكبيره اللي انا بقدر اخد منها العينه اللي بتست بعدها اذا كانت السامبل دي بتريبريزنت البوبوليشن دي ولا لا. يبقى البوبوليشن از اني لارج كولكشن اوف اوبجكتس اور individuals such as Americans، يعني الامريكان، امريكان او المصريين او البرتغاليين او ان أو, او 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 دول بسميهم بوبوليشن، تمام. انما السامبل بقى اللي هي العينه اللي انا باخدها من البوبوليشن دي، زي ما قلنا الباتشايه بالنسبه لي بوبوليشن، لو خدت عينه منها اعمل لها اناليسيس يبقى العينه دي بسميها ايه؟ سامبل. طيب في عندي حاجه اسمها بوبوليشن بارامتر وسامبل ستاتستيك. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا بتكلم على بوبوليشن وعايز اجيب له المتوسط الحسابي بتاعه او الانحراف المعياري بتاعه، يبقى بسميه بارامتر، بسمي المتوسط ده بارامتر وبسمي الانحراف المعياري بارامتر. طب لو سامبل وعايز اجيب لها المتوسط الحسابي بتاعها او الانحراف المعياري بتاعها، ما ينفعش اسميه بارامتر، بسميه ايه؟ ستاتستيك. يبقى المصطلح لو على البوبوليشن بسميه بارامتر، لو المصطلح بالنسبه للسامبل بسميه ستاتستيك، تمام. اهو البارامتر از ا كاركترستيك اوف ا بوبوليشن، تمام. يبقى هو سمه من سمات الايه؟ البوبوليشن. البارامتر يعني المعلمه، تمام. ات از اني سامري نمبر ذات ديسكرايبز ذا مين اللي هو الميو، تمام، بالنسبه للبوبوليشن. ستاندرد ديفيشن اللي هي السيجما، اند فاريانس اللي هي ايه؟ اوف ذا ايه؟ اوف ذا بوبوليشن اللي هي السيجما سكوير. الستاتستكس از ا كاركترستيك اوف ذا ايه؟ اوف ذا سامبل. يبقى واحده للبوبوليشن وواحده للايه؟ للسامبل. نفس القصه هي اختصار للايه؟ للمين. يبقى الاكس بار او الستاندرد ديفيشن يبقى اختصاره اس دي، او الفاريانس اللي هو ايه؟ اس سكوير، تمام. هو دي جدول بيلخص لي الفرق بين البوبوليشن بارامتر والسامبل ستاتستيك. قلنا المين يبقى ميو، المين في السامبل اكس بار، والستاندرد ديفيشن سيجما في البوبوليشن، انما في السامبل ستاندرد ديفيشن. وخلي بالكم المين اللي هو بيساوي ميو في البوبوليشن، مين كل منهم بيبدا بحرف الام، والستاندرد ديفيشن بيبدا اللي هو بيساوي السيجما في البوبوليشن برضو بيبدا بحرف الاس عشان ما تتوهوش. الفاريانس اللي هو الايه؟ السكوير بتاع الستاندرد ديفيشن، يبقى سيجما سكوير او اس سكوير. طيب السايز في البوبوليشن بسميه ان كابيتال، وفي السامبل بسميه ان سمول، تمام. طيب احنا خدنا البارامتر وخدنا الاستاتستيك. في التستات اللي بعملها على العينه عشان اشوفها بتريبريزنت البوبوليشن ولا لا، بسميها ستاتستيكال تيست. في عندي حاجه اسمها بارامتريك تيست وفي حاجه اسمها نون بارامتريك تيست. احنا عرفنا يعني ايه بارامتر، اللي هي معلمه من معالم المجتمع، اللي هي بتقيس لي المتوسط الحسابي او الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن بتاعي، تمام. طيب يبقى البارامتريك تيست هو لازم باختبار احصائي بيكون فيه اي معلمه من معالم المجتمع، سواء الستاندرد ديفيشن او اللي هي السيجما او الميو اللي هي المتوسط الحسابي للمجتمع للبوبوليشن. والبارامتريك تيست ما بينفعش الا للمتريك فاريبلز، تمام. المتريك فاريبلز اللي هي الايه؟ قلنا اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي بقدر اقيسها بالمسطره، تمام، سواء كونتينوس او ديسكريت، خلاص. طيب النون بارامتريك تيست
يبقى هي اختبارات احصائيه، ما بستخدمش فيها الايه البارامترز بتاع البوبوليشن، ما بستخدمش فيها لا الستاندرد ديفيشن بتاع البوبوليشن ولا النيو بتاع البوبوليشن. وكمان ما بتنفعش للمتريك، ما بتدفعش للمتريك، بتنفع فقط لمين؟ للكاتيجوريكال والنومينال، تمام، سواء نومينال او اوردينال، الكاتيجوريكال فاريبل سواء نومينال او اوردينال، تمام، لان طبعا ايه ما بينفعش الارقام دي ارقام غير حقيقيه، فما ينفعش اجيب لها متوسط حسابي او انحراف معياري، تمام. طيب لما نيجي ادي مقارنه بسيطه بين البارامتريك والنون بارامتريك تيستس اللي هي الاختبارات الاحصائيه اللي انا بعملها للفاريبلز اللي عندي. قال لك البارامتريك يبقى انت بايه دي معلومات about the population parameter which on the other hand non-parametric test is one where the researcher has no idea on the population parameter. يعني انت لو عندك معلومة للpopulation parameter موجودة يبقى ده parametric، ما عندكش يبقى non-parametric، تمام. ودي مقارنة بسيطة بين البارامتريك والnon-parametric. information about population موجودة في البارامتريك انما مش موجودة في non-parametric. طيب الميننج ده معنى ايه؟ ده عباره البارامتريك تيست هو اختبار احصائي statistical test in which specific assumption يبقى افتراض محدد are made about the population parameter is known as parametric test. يبقى انت بتعمل تيست محدد في بيبقى معروف فيه البوبوليشن بارامتر بتاعك، تمام، وبينفع للمتريك تيست فقط. انما النون بارامتريك statistical test هو برضه هو اختبار احصائي used in case of non-metric independent variables، خلاص اي حاجه non-metric، تمام، is called non-parametric. طيب ال measure of central tendency مقاييس النزعه المركزيه في البارامتريك بقيسه بالمين، تمام، انما في non-parametric بقيس الايه؟ الميديان، لانها ارقام غير حقيقيه. طيب برضو لازم نعرف في الانفرنشال ستاتستكس في المقدمه بتاعتنا لازم نعرف يعني ايه probability اللي هي الاحتماليه. الاحتماليه دايما بتتراوح ما بين الواحد والصفر، يعني عندك احتماليه 0% او احتماليه 100%، وبين ال 0% وال 100% عندك من 0.1 لحد 99% و 99.999، تمام. طيب البروبابيلتي دايما بتتقاس قلنا من 1 ل 0، وقلنا لو مثلا عندك الدايس اللي هو ده شكله ده طبعا في 6 احتماليات ليه، عندك من 1 ل 6. لو انت عايز الاحتماليات بتاعه الارقام الزوجيه هتقدر تقول ان انت عندك 3 ارقام زوجيه 2 و4 و6، التوتال نمبرز اوف ارقام اللي هم 6 يبقى 3 على 6 يساوي ايه؟ نص. يبقى انت عندك احتماليه 50% ان الارقام الزوجيه تيجي، وبالتالي احتماليه ان ال 50% الارقام الفرد ان احتماليه الارقام الفرديه هتبقى كام؟ هتبقى 50%، تمام. ادي سام بيزكس ايدياز اباوت ذا بروبابيلتي، تمام. قلنا بعض الافكار والمفاهيم الرئيسيه اللي بتخضع ليه نظريه الاحتماليه، ان البروبابيلتي لازم بتتراوح من 0 الى 1، وبتكون طبعا من 0 الى 1، والبروبابيلتي لو هتساوي 1 يبقى ده معناه ان انت 100% متاكد ان الايه من الاحتمال بتاعك، ولو بتساوي 0 ان انت 100% متاكد ان الاحتمال بتاعك ده is impossible انه مستحيل يحصل، تمام. برضو ان لو عندك مثلا كوين ملك وكتابه يبقى انت عندك الملك يبقى احتماليته كام؟ 50% ملك و 50% كتابه. طيب لو عندي احتماليه ان الحدث بتاعي ممكن يحصل بنسبه 60% يبقى معنى ذلك ان ال 40% الباقيين بتساوي ايه؟ انه ممكن ما يحصلش، يبقى الحدث ايه؟ 1 ناقص 60%. دي كانت مقدمه للانفرنشال ستاتستكس، وان شاء الله هنكمل في المحاضرة.